أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الساعة. في بانوراما الساعة لهذا اليوم نتحدث عن آخر التطورات التي تجري في مدينة القدس وآخر القرارات التي يتخذها أو تتخذها الحكومة الإسرائيلية. نتحدث أيضا عن الدور العربي وآخر التدخلات العربية تحديدا من دولة أو من المملكة العربية السعودية وحملة المقاطعة وكيف من الممكن أن تؤثر على إسرائيل. وفي الشق الثاني من برنامج بانوراما الساعة نتحدث عن آخر ما يرتبط بإعادة الإعمار مع الوزير المهندس مفيد الحسينة. مشاهدينا الكرام، دعوني بداية أكون مع ضيفي على الهاتف المهندس عدنان الحسيني وزير شؤون القدس على الهاتف. أهلا بك. أهلا بكم. يعني سيدي نتنياهو بدأ يأخذ عدة إجراءات، هناك عدة قرارات، ما زلنا نشهد اعتداءات، الإصابات بالعشرات، وحتى اللحظة يعني كلما توقعنا بأن تهدأ المعركة في المسجد الأقصى يشتد وطيسها، ومع ذلك ما زالت الحكومة الإسرائيلية تحاول استصدار قرارات كي يعني تتماهى في الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسيين. هناك قانون يحاول أن يفرضه نتنياهو حيث طلب من حكومته تصديق على استخدام القناصين لقمع المرابطين في المسجد الأقصى، كيف تنظر إلى هذا القانون؟ نعم، يعني أولا واضح أن الحكومة الإسرائيلية تتخبط، غير قادرة على حسم الموضوع، غير قادرة على أنها تسيطر على الوضع. الحكومة الإسرائيلية تدعم المستوطنين، وأعمال المستوطنين والمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك وفي المدينة المقدسة هي يعني خلقت هذه الأجواء اللي جعلت الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على السيطرة على الوضع. وهذا نتنياهو يتخبط الآن في يعني وضع قوانين جديدة بكل اتجاه من أجل محاولة السيطرة على الوضع في المدينة. أنا أقول بأنه كل هذه الاقتحامات وكل هذه المحاولات من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك حتى الآن قد فشلت، لأنه الفيصل في هذا الأمر أن الناس لا تقبل بهذه الإجراءات، هذا هو المهم. وأما قضية القوة واستعمال القوة ومنع الناس فهذا موضوع حتى وإن حصل لن يغير من الواقع. يعني لم يقف نتنياهو عند محاولات يعني اقتحام مستوطنين، الاعتداء على المرابطين والمصلين. بالأمس كانت له أيضا جولة في أحياء القدس الشرقية، من الواضح بأنها حملت رسائل ودلالات كثيرة. كيف تفسر ولماذا في هذا التوقيت بالذات يقوم نتنياهو بهذه الجولة؟ لأنه يريد أن يحافظ على ماء الوجه، هو يعلم جيدا لأنه وعوده للمستوطنين بأنه راح يكون الطريق ممهد لهم في هذه الاقتحامات وهذه الاقتحامات. المسجد الأقصى المبارك لم تنجح، كل إجراءات الأمن لم تنجح، مئات أفراد الشرطة أيضا لم تنجح. كل ما حصل هو أن العالم يستاء من تصرفات الحكومة الإسرائيلية في كل مكان، على مستوى عربي وإسلامي وعلى مستوى دولي. وبالتالي هذه الجولة جاءت من أجل يعني ماء الوجه، الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه إذا كان هناك وجه عليه ماء. وبالتالي أنا بقول بأنه هذا تخبط، هذا استمرار التخبط، وسيكون تخبط مزيد من التخبط في المستقبل، لأنه هذه القدس لا تقبل إلا من يحترمها. من لا يعترف في حقوق الآخرين ولا يعترف في حقوق المواطنين المقدسيين في مقدساتهم بالتأكيد لن ينجح، وسيكون الفشل في نهاية الطريق. نعم، يعني سيدي تتحدث عن محاولة نتنياهو حفاظه على ماء وجهه، لكن أيضا إذا أردنا أن نقرأها هي تحدي للوجود العربي، تحدي للأمة العربية والإسلامية، ليس فقط للفلسطينيين. الإجراءات تتوالى والقرارات يتم استصدارها تباعا، وحتى اللحظة لا يوجد ردود فعل حقيقية. نحاول أن يعني نتابع هنا أو هناك، حتى اللحظة لا توجد إجراءات. آخر ما يعني أيضا تم الحديث فيه حول هذا الموضوع إسرائيليا، جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي هدد بعدم ترقية أي قاضي إسرائيلي لا يفرض عقوبة مشددة على المدافعين على المسجد الأقصى، وهذا أيضا تحدي جديد. كيف تقرأ هذا القرار؟ أو هذا يعني على الأصح؟
يعني إذا فهمت السؤال، أنا بقول إنه الآن هناك اتصالات قام بها. ألو، نعم تفضل ألو، تفضل. هناك اتصالات الآن بين الدول، بين القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس وكل الدول العربية بشأن أن هذا الموضوع الهام هو المسجد الأقصى المبارك. بالتالي القضية الآن أصبحت في متناول يد الأمة العربية والإسلامية، والعالم كله يراقب. الآن المقدسيون هم في الساحة، نعم، وفي الميدان، ويقومون بواجبهم خير قيام. ولكن أيضا أنا أبشر الجميع بأن لقائنا مع سيادة الرئيس أمس أشار إلى اتصالات كبيرة من شأنها أن توقف هذا النزيف، وإن شاء الله سيتوقف وستعاد كرامة المسجد وستعاد كرامة المقدسيين اللي أثبتوا بأنهم هم الرقم الصعب في هذه المواجهة الكبيرة حول المسجد الأقصى المبارك. نعم، يعني سيدي السيد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، توقع فيما يتعلق بالقرار الذي يعني يحاول نتنياهو المصادقة عليه بخصوص استخدام القناصين وتشديد الإجراءات القمعية ضد المرابطين، توقع السيد أمين مقبول أن يكون لهذا القرار صدى على كبير على الصعيدين الدولي والعربي، هل نتوقع فعلا بأن يكون هناك صدى بالدرجة المطلوبة ربما وبالخطورة المطلوبة؟ يعني واضح انه هناك اجراءات تجاه المرابطين، واضح انه العقاب يزداد والقوانين تضاف في كل يوم، وواضح انه في رده فعل كبيره على جميع المستويات، وواضح انه في تخبط للحكومه. ونحن يعني لسنا يعني نحن طبعا في اوضاع لدينا الكثير من الحذر حول المسجد وحول محاولات تغيير الوضع القائم، ولكن نحن لسنا في وضع سيء. نحن وضعنا بإذن الله جيد، لأننا نحن أصحاب الحق، نحن العدل معنا، المنطق معنا، وهؤلاء العادلين بالتأكيد هم من يتخبطون، وهم في نهاية المطاف سيتراجعون، لأنه ليس بيدهم أي منطق في كل ما يقومون به. وبالتالي أنا أقول بأننا يجب أن نكون دائما مرابطين، نقوم بواجبنا بصفوفنا العارية، وأن أمتنا بأمر الله لن تتركنا لوحدنا، وسيكون هناك إجراءات تضع حد لهذا الوضع. نعم، أشكرك جزيلا المهندس عدنان الحسيني وزير شؤون القدس، كنت معنا على الهاتف من هناك. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع أيضا يسعدني أن أرحب بضيفي على الهاتف دكتور ناجي شراب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، أهلا بك. يعني دكتور ناجي، ما زلنا نتحدث عن الاعتداء على المسجد الأقصى، الموقف العربي بدأ تصدر تصريحات من هنا وهناك، ما زالت على ما يبدو بأنها خجولة، اليوم الخامس على التوالي في الاعتداء على المسجد الأقصى، وأصبحت يعني إسرائيل أكثر جرأة في اتخاذ ربما إجراءات قمعية بحق المرابطين هناك. في اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مع الرئيس محمود عباس، قال بأنه طلب من وزير خارجيته السيد عادل الجبير متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدس ومقدساتها، مؤكدا بأنه هذا واجبنا. هذا الواجب ألم يكن يعني على الأمة العربية بأن تنتبه إليه منذ وقت مضى؟ شوفي، أنا أعتقد هذا هي اللحظة الأخيرة في زمن القدس التي تحاول إسرائيل أن تنهي وتغلق ملف القدس تماما، ولذلك هي ذروة المواجهة، وإذا لم تكن هناك سياسات عربية وإسلامية مؤثرة فعلية حقيقية، فأعتقد القدس ذاهبة تماما. إسرائيل تحاول أن كما أشرت أن تصادر زمن القدس بالكامل. حتى هذه اللحظة أعتقد الإجراءات متواضعة، ردود الفعل متواضعة. هل يستطيع العرب اتخاذ قرار فاعل، عقد قمة استثنائية، اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل، على أمريكا، على الدول المؤثرة؟ أعتقد الأمور ليس كما نعتقد. السلطة الفلسطينية في وضع ضعيف أيضا، لا تستطيع أن تتخذ قرار. الأمور إذا استمرت على هذا النحو أعتقد أنها سوف تذهب إلى انتفاضة جديدة أو شاملة، لن تميز بين الداخل والخارج، لن تميز بين السلطة أو ما هو فلسطيني وبين ما هو إسرائيلي. نعم،
يعني دكتور ناجي، منذ بدء هذه الأزمة جميع المحللين أشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك دور لكل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا المملكة السعودية. والآن في تصريحات، يعني كان هناك تهديدات من قبل الملك الأردني سابقا في حال استمرت وتماهت إسرائيل في اتخاذ إجراءاتها واستمرارها في الاعتداءات. الآن نشهد هذا الاتصال من قبل خادم الحرمين الشريفين مع السيد الرئيس محمود عباس، ويعني تحدث عن ضرورة أن يكون هناك إجراءات. في حال كانت هناك إجراءات، ما الإجراءات المتوقعة؟ عفوا على المقاطعة، الدول الأكثر تأثيرا هي الأردن ومصر. نعم. الدولتان الرئيسيتان اللتان لهما علاقات، معاهدات دبلوماسية، معاهدات سلام مع إسرائيل وعلاقات. نعم. وبالتالي هناك قنوات اتصال مباشرة، هناك أوراق للضغط على إسرائيل، إعادة النظر في كل ما هو قائم. السعودية نعم تملك أوراق تأثير كبيرة جدا. التخوف الآن أن القدس، القدس لها رمزيتها الدينية والمقدسة، وبالتالي هناك تخوفات عربية أن تتحول الأمور إلى حرب دينية. كما تعلم الآن المنطقة تعيش في أجواء هذه الحرب الدينية. نعم. الجماعات الإسلامية والتشدد والتطرف والجماعة في سوريا وفي العراق وفي كل مكان وفي اليمن، وبالتالي هذا طبعا القدس بمثابة وقود يغذي هذه الحركات، وهذا أعتقد هناك تخوفات عربية ودولية وإقليمية أن تتحول القدس إلى مواجهة دينية شاملة كما أشرت، فتهدد كيانات كثيرة موجودة في المنطقة. لذلك هناك تصارع، يبدو لي قد يكون هناك تصارع لاحتواء الأمر أو ابقاء الأمر على ما هو عليه. نعم. يعني دكتور ناجي، بالانتقال إلى قطاع غزة، هذا المكان الذي يشهد الكثير من الموضوعات الهامة التي من الممكن أن تطرح على أي طاولة، لكن مبعوث الأمم المتحدة السيد نيكولاي ميلادينوف اليوم يصل إلى قطاع غزة ولديه جولة، ما أهم الملفات التي نتوقع بأن يطرحها ومن سيلتقي؟ لا، وشوف ممثل الأمم المتحدة له بعد إنساني، بعد يتعلق بالوضع الإنساني، وضع الحياتي، الخدماتي، يتعلق بالأونور وما تقوم ما تقدمه من خدمات. فأعتقد يعني لا ينبغي أن نضع هذه الزيارة أبعد من هذه الدائرة. فالأمر يتعلق يعني بدور الأونور وقدرتها على تقديم مساعدات خدماتية، تفعيل دورها، الوقوف على حياة الناس هنا في قطاع غزة. أعتقد في هذا السياق يمكن فهم أي زيارة لأي ممثل أممي يأتي إلى قطاع غزة. نعم. دكتور ناجي، أيسلندا أعلنت مقاطعتها للمنتجات الإسرائيلية، إلى أي حد من الممكن أن تكون هذه المقاطعة مؤلمة ومؤثرة بالنسبة لإسرائيل؟ شوف إسرائيل، هذه نقطة مهمة جدا. نعم. أحد مقومات إسرائيل التي لن ندركها ولم نتفهمها منذ وقت طويل، إسرائيل تقوم على أساس أن تحالفاتها الدولية على أساس أنها صاحبة رسالة إنسانية، رسالة أخلاقية، رسالة حضارية. بالتالي علينا ان الان نعمق من انه هذا غير صحيح، وبالتالي اسرائيل تخشى ما تخشى هي المقاطعه. نعم. العزله الدوليه. اسرائيل من نماذج الدول التي لا يمكن ان تعيش في غير هذه البيئه، بيئه الاحتضان الدولي. هذه نقطه في غايه الاهميه، بيئه الاحتضان الدولي. اذا استطعنا ان يعني نكسر هذا الاحتضان الدولي، ان نتغلغل الى قلب هذا الاحتضان الدولي، طبعا المقاطعه والعزله وتأكيد على عدم مصداقية هذه المكونات، هذا يمس بقاء إسرائيل وهذا يؤثر تأثير مباشر على إسرائيل. نعم. دكتور ناجي الشراب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، كنت معي على الهاتف، أشكرك جزيلا. مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه الحلقة من برنامج بانوراما الساعة، تابعونا مع الفقرة الرياضية والزميل عمرو الدهودي، ثم نعود. انطلقت منافسة دوري الدرجة الممتازة في المحافظة الجنوبية، وانطلقت معها المتعة الكروية، حيث كانت البداية على ملعب رفح البلدي بلقاء بين اتحاد خان يونس وشباب رفح، انتهى بالتعادل السلبي. البداية جاءت قوية من الطرفين، مع أفضلية واضحة لشباب رفح الذي اخترق منطقة الجزاء أكثر من مرة عن طريق محمد القادة ومحمد غواش. في المقابل لم يقف اتحاد خان يونس مكتوف الأيدي،
فرأسية حازم البيوك كادت أن تعانق الشباك لولا تألق الحارس باسل الصباحين. وفي الدقيقة 38 أشهر الحكم سامح القصاص البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الطواحين محمد صيدم ليربك حسابات مدرب الاتحاد أحمد عبد الهادي. وفي الشوط الثاني سيطر شاب رفع على مجريات اللعب مستفيدا من زيادة العددية مجريا تبديلات هجومية بغية التسجيل، لكن ذلك لم يتحقق في ظل الرقابة اللصيقة على المهاجمين. لعبنا بطريقة هجومية، زدنا الضغط الهجومي كمان بعد طرد لاعب من عندهم، لكن نجح دفاع اتحاد خان يونس في افشال جميع الهجمات. لان انا بعتقد لسه اللاعبين ما دخلت في فورمه المباريات الدوري، ان شاء الله مباراه عن مباراه الامور بتتحسن عنا ان شاء الله. وفي لقاء اخر حقق شباب خان يونس فوزا مثيرا على غزه الرياضي باربعه اهداف مقابل ثلاثه في مباراه كبيره اقيمت على ملعب اليرموك الذي زين بلافتات تاييد للامير علي بن الحسين دعما له في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. انطلق اللقاء بتهديد مباشر من غزة الرياضي عن طريق تسديدة صاروخية من اللاعب أنس الحلو تجاه مرمى الشباب ليتألق من خلالها حارس النشام حسين البطراوي. وفي الدقيقة 18 تمكن خالد القوقة من افتتاح نتيجة لشباب خان يونس بعد تسديدة قوية سكنت الشباك المدهون، وبعدها مباشرة تمكن النشام من تعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق حازم شكشك. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن لاعب الرياض سليمان العبيد من تقليص النتيجة إثر تمريرة رائعة من باسل الأشقر. ومع بداية الشوط الثاني سدد النجم الصاعد حازم شكشك بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصدم بالعارضة، إلا أن زميله عمر وعبيد قد عزز النتيجة بتصوبة رائعة أسكنها الشباك ليعود بعدها بدقيقتين المتألق حازم شكشك ويسجل الهدف الرابع للفريق والثاني له شخصيا. وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق طرد حكم اللقاء لاعب النشامى وائل موسى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليتحصل غزة الرياضي على ركلة جزاء نجح لاعبه هاني مصدر من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني للعميد ليعزز سليمان العبيد النتيجة بتسجيل الهدف الثالث للرياضي في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بفوز شباب خان يونس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. فترة الإعداد كانت فترة جيدة جدا بالنسبة لنادي شباب خان يونس، نزلنا اليوم مع فريق كبير نادي غزة الرياضي من المرشحين لبطولة الدوري وعلى ملعب اليرموك على أرضه، احنا نفوز بأربع أهداف وبطرد يعني غريب من الكابتن أمين عويس، نتيجة إيجابية نوعا ما بداية الدوري. وجاءت باقي النتائج، أنفاز الصداقة على المغازي بثلاث أهداف لهدف، وفوز خدمات رفع على هلال غزة بهدفين دون رد، كما سجل الصاعد شاب جبالي انتصاره الأول بالدوري على خدمات خان يونس بهدفين لهدف، وخرج خدمات الشاطئ بخسارة أمام بطل الدوري اتحاد الشجاعية بأربعة أهداف دون رد. لا يزال الطريق طويلا ليكشف الدوري عما يخفيه من أسرار، إلا أن التوفيق في البدايات يكون فعل خير لكثير من الفرق. من ملعب اليرموك عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين. بالتأكيد مشاهدينا الكرام نشكر الزميل عمرو الدهودي على هذه المتابعة الرياضية. وأنتقل إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور المهندس مفيد الحسينة وزير الأشغال العامة والإسكان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. يعني دكتور مفيد، كما عودنا الشارع الفلسطيني على الدوام، نحن متواصلين للوقوف عند كل مستجد يتعلق بإعادة الإعمار. بالأمس كان لدي لقاء مع سفير القطري السيد المهندس أيضا محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ومتابعة واستكمالا لكل المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة. يسعدني أنني استضفتك لهذا اليوم. حياكم الله، وأنا كل الشكر لك شخصيا وكل يعني طاقم تلفزيون فلسطين الذي يتيح لنا دائما التواصل مع أبناء شعبنا على ما توصلنا إليه من في موضوع إعادة إعمار قطاع غزة. نعم، يعني دكتور مفيد بالأمس قمتم بافتتاح كل من شارعي الرشيد على ساحل البحر وشارع أيضا صلاح الدين، يعني ما أهمية افتتاح هذين الشارعين وما هي آخر تطورات فيما يتعلق ب يعني إعادة ترميم شوارع قطاع غزة؟
يعني حقيقة يعني بالنسبة لموضوع أولا يعني شارع صلاح الدين وشارع رشيد، وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع أنا يعني أقدم الشكر لدولة قطر والأخ السفير محمد العمادي على هذا المجهود الذي يقوم به من أجل أبناء فلسطين وبالذات أبناء قطاع غزة بعد العدوان، ونشكر كل الدول الشقيقة والإسلامية والعربية منهم دولة الكويت، هناك لدينا منحة من دولة الكويت ودولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل الأمة العربية والإسلامية وحتى أصدقاء شعبنا الفلسطيني من الأوروبيين وكل من يدلي بدلوه بمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني. نقول بكل وضوح أنه هذا الشارع كما تفضلت هم الشارعين الرئيسين في موضوع قطاع غزة وأهم شارعين لكل المواطنين الفلسطينيين. موضوع صلاح الدين هذا لكل من يدخل قطاع غزة إن كان في القطاع أو من خارج القطاع يدخل، هو الشارع الرئيسي والمحوري لقطاع غزة، وهذا الشارع يعني هناك اكتظاظ سكاني كبير جدا، هناك هذا الشارع لأكثر من 50 سنة لم يكن هناك أي إعمار أو أي بنية تحتية في هذا الشارع الرئيسي. تم يعني عمل 4 وحدات من هذا الشارع كتقسيمه من الناحية الهندسية تحدث، هناك أصبح يعني هذا الشارع بشكل جيد يخدم المواطنين، هناك بنية تحتية كاملة بما تم إعداد مسبق من هذا الشارع. نحن تم افتتاح جزء وما يقارب 60% من هذا الشارع، ونتمنى أن يكون من الأخوة في دولة قطر الشقيقة وكل أشقائنا العرب والمسلمين أن يكون لنا دعم متواصل لهذا الشارع، لأنه هناك تكملة، نحن الآن وصلنا إلى مرحلة واد قطاع غزة وإلى منطقة المغازي هذه المرحلة الأخرى، ومنطقة القرار قد تم إرساء هذا العطاء بمبلغ ما يقارب 30 مليون دولار، ولكن نحتاج إن شاء الله تكملة هذا المشروع إلى منطقة يعني حدود ما يسمى بإيرز حوالي أكثر من 4 كيلو. وموضوع شارع شارع البحر تم يعني طرح عطاء جديد لشارع البحر، وهي منطقة آخر معسكر الشاطئ معسكر الشاطئ إلى منطقة الشارع الذي يحادد ما يسمى الشارع من منطقة جباليا إلى منطقة البحر قطاع غزة، وهذه منطقة رئيسية جدا ومنطقة سياحية ومهمة جدا، وستكون هناك منطقة أخرى في منطقة واد قطاع غزة من جانب شارع الرشيد من منطقة ميدان الزهرة إلى منطقة انصارات، حتى أن يكون هناك جسر موازي للجسر الآخر الذي موجود حاليا هنا باتجاه واحد، سيكون هناك جسرين، فهذا كمان سيكون جزء من العطاء. هناك عطاءات أخرى مثل البنية التحتية قمنا بطرح هذه العطاءات وتم التوافق على بعض المقاولين الذي رست عليهم، وتم التوقيع يعني بوجود وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع اللجنة القطرية ووجود الأخ سعادة السفير محمد العمادي بتوقيع هذه العقود، ومنها حوالي 15 برج وحدات متفرقة في قطاع غزة، منها 5 في منطقة جحر الديك، 5 في وسط قطاع غزة، و5 في شمال غزة، وهذه للحالات الاجتماعية ستكون. تم طرع عطاءات الوحدات السكنية القديمة ما كان في قبل الحكومة حكومة الوفاق، تم طرح هذه العطاءات في منطقة اللي هو أبراج حمد، وهذه ستقوم الوحدات حوالي الوحدة الثانية وستقوم ببناء ما يقارب 35 بناية ما تعد من ضمن الوحدة الثانية، وأنا أعتقد هذا يساعدنا أولا لأبناء شعبنا من ناحية العمل، من ناحية البطالة، من ناحية الأسر المستورة أن تكون لها يعني بعض هذه الشقق أن تحفظ أدمية هؤلاء شعبنا الفلسطيني. نحن نقول دائما كحكومة وفاق وممثلة بدولة رئيس الوزراء الأخ دكتور رامي حمد الله نسعى جاهدين أن نكون برغم كل الألم والعقبات والتحديات التي تواجه هذه الحكومة، ورغم التراكمات الذي كان في وضع هذه الحكومة تراكمات سابقة من الحكومات السابقة التي توالت الوضع الفلسطيني العام، ولكن نحن لم نتوقف ولو دقيقة واحدة. برغم كل ذلك هناك عمل مضني باتجاه المواطن الفلسطيني على جميع المجالات. نحن نقول مهما نقدم كحكومة شعبنا يستحق الكثير، وبإذن الله لن نتوقف إلا أن نقدم الكثير من أجل هذا الشعب الفلسطيني. نعم، يعني دكتور مفيد تعملون على أكثر من مستوى، أكثر من صعيد وأكثر من مشروع، لكن ما هي أولويات وزارة الأشغال والأسكان؟ يعني نحن وزارة الأشغال والإسكان يعني ممثلة بحكومة الوفاق الوطني برغم كل الإمكانيات ورغم صعوبة الإمكانيات، ولكن نقوم على بأكمل وجه أولا في مرحلة ما بالذات ما بعد العدوان. نحن كنا عندما كنا في هذه الحكومة كنا نتمنى أن نقوم باستراتيجية كاملة، دراسة استراتيجية لبنية تحتية مستقبلية لقطاع غزة والمحافظات الشمالية، ولكن للأسف أتت هذا العدوان الظالم على أبناء شعبنا ودمر ما دمر. عندما نتحدث عن قطاعات كثيرة، نحن الآن كم
وزارة الأشغال يهمنا القطاع الإسكان وهو الأهم بالدرجة الأولى من بخصوصيات وزارة الأشغال والإسكان. نعم. لدينا إحصائيات كاملة، لدينا برامج كاملة، أن نبدأ فورا بكل عندما تأتي هذه المنح نبدأ فورا بإعادة إعمار ما تم تدميره من العدوان السابق. بدأنا في 1000 وحدة قطرية، كان هناك 580 وحدة قبل شهرين. نعم. الآن بدأنا ب 420 وحدة سكنية أخرى، من ضمن 1000 هناك 2000 وحدة من دولة الكويت الشقيقة. نعم. هناك جزء مع بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان والوكالة. سوف نتحدث بتفاصيل هذه الوحدات. نعم. لكن دعنا نكون المشاهدين مع هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، نستكمل هذا الحديث مع دكتور مفيد حسينة وزير الأشغال العامة والإسكان. يعني دكتور مفيد، كنا نتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذونها الآن لمحاولة توفير إسكان للمواطن الغزي، تحديدا نتحدث عن المشاريع الكويتي الإماراتي والسعودي، بماذا تكمل؟ يعني أنا يعني كما تحدثت يختمون هو كل ما تحدثت فيه وضع صحيح، ولكن قلق الناس كثير بشكل يعني جدي في هذه المرحلة موضوع المنحة الكويتية. نحن المنحة الكويتية هناك عمل مضني لاتجاه هذه المنحة، تم الاختيار من كل قطاع غزة ما يقارب 2000 اسم حتى الآن، أسرة فلسطينية مما هدم بيوتهم في العدوان السابق. بدأنا بتجهيز هذا الأمر، أخذنا موافقة من الجانب الإسرائيلي على 1000 وحدة سكنية الآن جاهزة كمواد بناء، ولكن حقيقة للأسف يعني موضوع الأموال لم تصل حتى هذه اللحظة، وهناك يعني متابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء بهذا الملف شخصيا، يعني موضوع ملف المنحة الكويتية، وهناك ستكون يعني أعتقد أمور إيجابية قريبا. المنحة الكويتية حتى نطمن أبناء شعبنا الفلسطيني وبالذات في ممن دمرت بيوتهم، لم تلغى هذه المنحة، المنحة موجودة في توافق مع الأخوة الكويتيين الأشقانا في دولة الكويت، كل الشكر لهم. نعم. حقيقة إنما طلبوا بعض الإجراءات الفنية يعني للإخوان الأشقاء في دولة الكويت، ومنها على سبيل المثال موضوع المكاتب الاستشارية، وطبعا نحن أرسلنا بعض الأسماء من المكاتب الاستشارية في قطاع غزة أن يقدموا أسماءهم، وبعثنا للإخوة الكويتيين، في هناك يعني تواصل مباشر مع الإخوة من طرف كل اللجان، وطبعا كدولة رئيس الوزراء هو شخصيا رئيس لجنة إعمار قطاع غزة، هناك هناك يعني تواصل حثيث في هذا الأمر، وأنا أعتقد يعني في أقل من يعني شهر بإذن الله، احتمال خلال شهر 20 يعني 10-15 أن يكون هناك تم يعني الموافقة على المكاتب الاستشارية المشرفة على هذه المشاريع، وحتى أن ننسق كوزارة أشغال وإسكان بهذا الأمر كحكومة أن نبدأ بهذا العمل. ولكن أنا أقول لكل أهلنا في قطاع غزة أن لا يقلقوا، المنحة موجودة، ليس هناك أي إلغاء هناك. أنا نعم أرى تواصل كثير وقلق لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وبالذات مما دمرت بيوتهم في قطاع غزة، ومما أرسلنا رسائل SMS هناك أسماءهم وتم التوافق عليها، ولكن لم نتوقف ولم يتوقف الأشقاء الكويت، هناك كما قلت تواصل على أعلى مستوى من أعلى هرم الحكومة رأس دولة رئيس الوزراء، ليس هناك توقف، ولكن هناك بعض الإجراءات المالية والإجراءات الذي يتبعها بعض الدول عندما يتم وضع بروتوكولات، يعني بروتوكولات المالية لا ترتبط بأي إلغاء. نحن نطمن الأهل كثيرا، ستبدأ المنحة إن شاء الله قريبا، لن تتجاوز الشهر حتى أن نبدأ بكل هذه الأسماء ونبدأ حتى بالمنح الأخرى. بالنسبة للمنحة السعودية هناك تواصل، تم لنا اجتماع، ويوم الأحد سيكون اجتماع مع المفوض العام للوكالة بهذا الصدد. هناك جزء من المنحة من الأشقاء في دولة المملكة العربية السعودية، نعم هذا صحيح، وتم تغذية الإخوة في دولة الوكالة ببعض الأسماء واختيار هذه الأسماء من كل قطاع غزة، حوالي 700 وحدة سكنية. نعم. هناك كمان نحن نقوم بالتنسيق في موضوع الأشقاء الإماراتيين، حوالي 37 مليون دولار، نحن نقوم الآن بالتنسيق معهم في مجموع بعض هذه الأسماء حتى يتم تحديد هذه الأسماء وحسب المعايير التي وضعتها وزارة الأسكان والأشغال وتصادق عليها مجلس الوزراء. نعم. نحن نقوم بشكل كبير باتجاه هذا الأمر، ولكن ليعلم الجميع نحن كحكومة لن نقف يعني أمام ننتظر على هذا الدمار وما حدث في هذا من العدوان وأن نتوقف حتى لا نقوم بهذا العمل. نحن نقوم بشكل جدي وشكل فعال، ولكن أنا أقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني القضية مواد بناء وأموال، نحن حتى الآن صحيح. عندما تصل لدينا أموال
نقول لن يذهب أي دولار هنا أو هناك، كل هذه الأموال هي ما تأتي من الدول المانحة تأتي لهذا المتضررين، هم سيكونوا المستفيدين. الحكومة لا تبحث إلا أن تساعد أبناء شعبها الفلسطيني، وبكل قوة وبكل احترام وكل لهؤلاء العائلات التي دمرت بيوتها. نحن كل ما ننتظر هي الأموال. ولكن أقول ماذا فيما يتعلق بدخول مواد البناء؟ يعني عادة كنا نعرف بأن المشكلة ترتبط بالأموال وإدخال مواد البناء، أنت تقول بأنه المشكلة الآن مرتبطة بالأموال بالنسبة لمواد البناء، هل تم حل الإشكالية؟ يعني أختي منى، نحن تجاوزنا مراحل كثيرة كان ما يسمى بخطة روبرت سيرين، نحن تجاوزنا حسب مصالح أبناء شعبنا. نحن كحكومة كنا بالليل وبالنهار وبالتنسيق مع الحكومة ورئيس الوزراء والأخوان في وزارة الشؤون المدنية بالضغط على الجانب الإسرائيلي، وبمعنى ما تجاوزناه في خطة روبرت سيرين، وهو عملية يعني عندما هناك حصار على قطاع غزة حتى الآن لأكثر من 8 سنين. هناك الجميع يعلم أنه يمنع أي إنسان يحتاج حتى لو طن واحد، حتى لو نصف طن، وهذا ما ساعد السوق السوداء في قطاع غزة 3,000 و2,000 دولار شيكل موضوع طن الأسمنت. نحن قمنا بالضغط ومع الأخوة بالتنسيق وزارة الشؤون المدنية، فلذلك نشكرهم كل شكر على هذه الجهود، وعلى رأسهم الأخ مع الوزير الشؤون المدنية الأخ أبو جهاد والأخ أيمن قنديل بهذا الجهد المحمود لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة. الآن يسمح لكل مواطن فلسطيني يريد أن يشطب هذا البيت مجرد أن يرسل هذه الكميات، هناك لجان موجودة تقوم بحصر هذه الكميات وتدقيقها بالضبط كم يحتاج هذا البيت، ويأتي مواد الأسمنت لهذا البيت عن طريق بعض التجار في قطاع غزة الذي يتم اعتمادهم. هناك موضوع من يحتاج أن يبني دور أو دورين أو يعني تجديد أو بيت جديد، مجرد يعمل المخطط يذهب إلى الأخوة في البلديات قطاع غزة يأخذ الترخيص، يذهب بهذا الترخيص إلى وزارة الأشغال، نحن نقوم بإرساله للأخوة في وزارة الشؤون المدنية ثم تأتي الموافقة. هذا كان إنجاز كبير جدا، نحن تجاوزنا هذا، وهذا لم يكن في خطة روبرت سيرين. هذا مهم جدا يعني، ونحن ولذلك نقول نحن تجاوزنا يعني برغم هذا الحصار ورغم هذا التضييق، لكن نحن تجاوزنا الكثير. وهناك موافقات، نحن لا نجمل وجه المحتل الإسرائيلي المحتل، هو محتل، ولكن نقول بالنسبة إلى مواد الأسمنت حقيقة ليس لدينا مشكلة مع الجانب الإسرائيلي حتى الآن. هناك موافقات على دخول مواد الأسمنت، ولكن للأسف يعني نحن نطالب يعني من خلالكم نوجه صرخة مؤلمة من يعني من ألم ما نعيش فيه من كحكومة، ومن من ألم أبناء شعبنا الفلسطيني وبالأخص في قطاع غزة من دمرت بيتهم. نحن نطلب من كل هذه الدول العربية والإسلامية الشقيقة وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني أن يكون هناك دفع لهذه الأموال الذي وعدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في جمهورية مصر العربية. هذه الوعود نريد أن تحقق هذه الوعود، ونحن نبدأ والله أنا أقولها بكل تقدير أن لدينا فنيين ولدينا طواقم في وزارة الأشغال وفي كوادر أبناء شعبنا الفلسطيني الآن. يعني حتى أقول عندما نقول غزة تعمر في أقل من 3 سنين، نعم إذا توافرت المال نعم تعمر بأقل من 3 سنين، نحن جاهزين لهذا الأمر، ولكن للأسف هناك تأخير من بعض الدول، بعض العربية، بعض من الدول الإسلامية، نشكر كل من بعث من هذه الدول وقدم، ولكن بعض الدول يعني حقيقة لم تدفع حتى الآن أي دولار واحد مما وعدت يعني. وهذا نحن نقول ممكن أن يكون هناك عذر بعض الظروف، بعض الظروف لدى هذه الدولة الشقيقة أو هذا الدولة دولة صديقة، لكن نتمنى من كل هذه الدول أن تبدأ فعلا بدفع هذه الأموال لدى الحكومة حتى نبدأ بشكل واسع. ونحن نقول ليس الحكومة من تنظر، نحن نقول لهذه الدول إذا أرادت أن تعمل لجان وأن تشرف في هذا الأمر، نحن لدينا استرحاب كبير بهذا الأمر، ونساعدهم من الناحية اللوجستية بشكل كامل كوزارة أشغال وأسكان، كل هذه العقبات تكون مرفوعة أمام هذه الدول، وأن تراقب هذا المال أن يصل لهذه العوائل. نحن كل هم هذه الحكومة أن هذا المواطن الفلسطيني أن ندي أقل سبل الحياة، هو صمود، ويعني صمود هذا الشارع الفلسطيني، هذه الأسرة الفلسطينية، هذه الأم، هذا الأب، هذا الطفل الفلسطيني. نحن هذا ما نسعى إليه كحكومة، ولكن نقول أن يعني عذرا من أبناء شعبنا، نحن لم نملك الأموال ونتأخر على أبناء شعبنا، هذا واقع يجب الجميع أن يعرف تماما. ولم حتى الآن يعني على سبيل المثال قمنا بتواصل، يعني كان هناك تواصل على مستوى دولة إيطاليا مشكورين بمنحة حوالي 15 مليون دولار. هل هذه المنحة مرتبطة بالبرج الإيطالي إعادة إعماره؟ نعم بالضبط، هذه المنحة كما تفضلت نعم مرتبطة بالبرج الإيطالي، وهذه تمت عبارة عن لون أي دين على الحكومة وقبلت هذا الحكومة، وتم موافقة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية على هذا الأمر. ونحن نتابع هذا الأمر حاليا، وأنا أقول يعني تمت هي منحة أم أنها دين؟ هي عبارة عن دين
الدين، ولكن الدين على الحكومة الفلسطينية. نعم. والحكومة الفلسطينية نعم وقعت، لأنه هم الحكومة الفلسطينية أن تسعى جاهدة لمساعدة هذا المواطن الفلسطيني. ونعم تم توقيع الحكومة وقبلت ومن دولة رئيس الوزراء بموافقة. نعم. كاملة على هذا الأمر، وهذا يكون هو البرج الإيطالي. وأنت تحدث عن 55 أكثر من 60 حتى أسرة فلسطينية. صحيح. وأكثر من حوالي 70 محل تجاري، إضافة إلى أبراج الندى وهو حوالي 7 أبراج، إضافة إلى 5 أبراج أخرى من هذه المنحة. وذهبنا يوم الخميس الفائت جولة مع الإيطاليين إلى هذه الأماكن، وكانوا سعداء بهذا المشروع أن يقوم به. نحن جاهزين لكذا مشروع، ولكن ننتظر حتى الآن هذه الأموال. وأنا لكن أقول لكل أبناء شعبنا أن لا يفقدوا الأمل، لا بحكومتهم ولا بقيادة شعبهم، وعلى رأسهم الأخ السيد الرئيس أبو مازن. نعم. دائما أنا كنت في لقاء الأسبوع الفائت وقال أريد أن أرى غزة مبنية، أريد أن يعني أن تذهبوا إلى قطاع غزة، أن يدخل مواد الأسمنت. الكل أنا أعتقد أن يسعى جاهدا بالتأكيد حتى أن نخدم هذا يعني. نعم. الشارع الفلسطيني من المواطنين الفلسطينيين. نعم. الذين يعني فعلا تضرروا. دكتور مفيد، هناك أيضا مشروع إسكاني تم الحديث عنه مؤخرا في منطقة شرق وادي غزة، منطقة جحر الديك تحديدا، لو تحدثنا عن هذا المشروع أيضا. نعم، يعني اختمنا هذا المشروع، هو جزء منه منحة قطرية، فلذلك نقول دائما كل الشكر لقطر وكل الأشقاء العرب. نعم. هي عبارة عن 5 أبراج، وهذه ستكون الحالات الاجتماعية، وبدأ العطاء قد رسى على أحد المقاولين في قطاع غزة، وسيبدأ التنفيذ خلال أسابيع ب5 أبراج سكنية. وهناك 19 برج هي في المرحلة النهائية مع الأتراك. أنا كان تواصل الأسبوع الفائت مع الأتراك، وكان لقاء معهم في الوزارة، تم التوافق على كل مساحة هذه الشقق، حوالي 19 برج ستقام في منطقة جحر الديك، وهناك توافق كامل، وهناك هي في المرحلة النهائية حتى نبدأ. وقيمة هذا المشروع حوالي 12.5 مليون دولار. نعم. وهذه ستبدأ الشقق خلال أعتقد يعني لن تتجاوز يعني خلال شهر نبدأ بهذا المشروع. وهذا المشروع عبارة عن شقق للحالات الاجتماعية، للحالات يعني الذي لا يوجد لها دخل محدود. كل ما يهم الأمر هو في مساعدة المواطن الفلسطيني. نعم. ولكن نقول لأبناء شعبنا نحن ما نملك نقوم باستطاعتنا، نقوم برغم الإمكانيات والتحديات كما تحدثنا، ولكن نحن نعمل ورغم لا نملك بعض الأدوات، ولكن نعمل جاهدين حتى أن نصل إلى مرحلة أن يشعر هذا المواطن الفلسطيني أن هذه الحكومة هي في خدمة أبناء شعبها الفلسطيني. ولكن نقول أن لا يقلقوا لا على المنحة الكويتية ولا على الأشقانة في المنحة السعودية ولا حتى في المنحة القطرية. نعم. هناك يعني حراك جيد من هؤلاء الأشقاء العرب. وأن لن يتركوا هذا الشعب الفلسطيني. نعم. نحن كلنا ثقة بهذه الأمة العربية والإسلامية، وكل أصدقائنا حقيقة يعني الأوروبيين من الألمان تبرعوا ب200 وحدة سكنية. نعم. والآن يتبرعوا ب200 وحدة سكنية أخرى. نحن أعتقد يعني هناك إنجاز. نعم. برغم كل يعني ما يتحدى الشعب الفلسطيني. نعم، يعني دكتور مفيد تحدثت عن هذه الإنجازات، وأنت تقول وأنت متفائل في حديثك بأنه يعني لن نحتاج إلى وقت طويل لإعادة إعمار قطاع غزة بالشكل المطلوب. نحن الآن بحاجة فقط إلى يعني التزام الدول بإرسالها الأموال التي يعني كانت قد تبرعت بها شفهيا حتى اللحظة. ماذا فيما يتعلق بإزالة الركام؟ تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا وما زلنا نتحدث عنه. كان من المفترض بعد عام ونصف أو عام وشهرين تقريبا على الاعتداء الإسرائيلي بأن نكون وصلنا إلى مرحلة نكون قد تم إزالة جميع الركام في قطاع غزة. حتى اللحظة ما زال هناك كميات كبيرة، لماذا هذا التأخير؟ يعني أنا أعتقد هذا السؤال فعلا مؤلم جدا، وأنا أقول بكل وضوح يعني دائما نتحدث لكل أبناء شعبنا حقيقة أهمية هذا الموضوع فعلا وخطورة هذا الموضوع، لأنه مؤثر على البيئة، مؤثر على التلوث في هذه البيئة. حتى أصبحت في هذه المناطق بعض الكلاب الضالة، أنا أعرف من الجيران ومن أبناء شعبنا فعلا، وبعض يعني الأبئة في هذه البيئة، هذه المناطق التي دمرت بشكل كامل. نحن جلسنا الأسبوع الفائت مع الأخوة في مؤسسة اليو ان دي بي، لأن هم من يقوم بهذا الأمر بالتنسيق طبعا مع وزارة الأشغال والإسكان بهذا الأمر، ووعدونا أن يكثفوا موضوع المقاولين، لأنه حتى الآن لم يزال أكثر حوالي 560 ألف طن من الركام، ونحن نتحدث عن 2 مليون طن، يعني نتحدث عن أقل من 30% من هذه الكمية. ولكن أنا أقول الأخوة يعني تم يعني وعود منهم بكل شدة وبكل احترام أن يقوموا بتكثيف بعض المقاولين وزيادة عدد الكميات التي تطرح كعطاءات في بعض المناطق من شمال غزة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. ولكن حقيقة هناك قضية فنية كانت لوجستية في هذا الأمر، وهي موضوع المعدات.
موضوع المعدات حقيقة هناك نقص لدينا في المعدات لدى المقاولين، نعم. ولكن أنا أطمن كمان في هذا الأمر هناك أصبحت موافقة من الجانب الإسرائيلي على إدخال بعض المعدات، وهناك أكثر من 3 مقاولين قدموا لهذه المعدات، وإن شاء الله تدخل يعني أقل يعني في القريب العاجل. هم الآن ينتظروا دخول هذه المعدات وتم شرائها من الأخوة بعض المقاولين. نحن نتابع كل الأمر وبالتنسيق مع الجميع الأطراف، مع UNDP، مع الأخوة في اتحاد المقاولين، مع كل المعنيين بهذا الأمر. وأنا أعتقد إذا دخلت هذه المعدات ستبدأ برفع كميات أكثر وطرح عطاءات بكميات أكثر في كل المناطق، وهذا سيساعد أن نكون في مرحلة يعني وجيزة، أن يعني خرجنا من هذا المأزق وهو موضوع الركام. نعم، يعني دكتور مفيد، في نهاية هذا اللقاء دعنا نتحدث عن موضوع الإسمنت. يعني بدأ يدخل الإسمنت إلى قطاع غزة لكنه غير موجود ومتوفر لكل من يرغب ببناء منزله. بدأ أو بدأ يباع الإسمنت في السوق السوداء، وهناك تهديدات إسرائيلية بإيقاف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة. كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ يعني أختي منى، هذا موضوع خطير جدا بصراحة. نحن نعاني من هذا الأمر، وأنا أطلب من كل الجهات المعنية إن كانت في بالذات في قطاع غزة في هذا الأمر، هناك يجب أن يكون إعمار. نحن كحكومة نسعى جاهدين، ولكن هذا هو المعوق والخطير حقيقة. الجانب الإسرائيلي أكثر من 3 مرات أراد أن يغلق موضوع ما يسمى بالجرامز، هذا أمر خطير جدا. هناك بعض المقاولين، نحن أبلغنا الجهات المسؤولة كأمنيا يجب أن تعتقل هؤلاء الناس، وتم اعتقال 2 من المقاولين. وأنا أقول بكل وضوح لكل أبناء شعبنا، هؤلاء الناس هم يبحثوا عن المال وليس لديهم مصلحة إلا المال. من أين يحصلون على هذا الإسمنت؟ هو الإسمنت هذا ما تم التوافق على هؤلاء الناس، هذا أمر مؤلم جدا وخطير جدا. نعم. نحن قدمت كل المقاولين أكثر من 100 أكثر من 300 مقاول تم التوافق عليهم من جانب الصيد، أكثر من 100 مصنع من مصانع البلوك، أكثر من حوالي 60 مصنع من مصانع البلوك كمان الحجري تم التوافق. هؤلاء بعض منهم بعض والقليل جدا هو للأسف الشديد، ولكن هذا لا يبحث إلا عن المال ولا يرى مصلحة إلا مصلحته الشخصية. نحن نقول يجب أن يعاقب هذا، ويجب أن يشطب حتى هذه الشركة من تصنيفها، يجب أن تغلق هذه الشركة من وزارة الاقتصاد، وأنا أقولها بكل وضوح. ويجب أن حتى إن كانت هذه الشركة موجودة كشركة مقاولات ومصنفة لدى وزارة الأشغال، نحن سنرفع هذا الاسم من هذه القائمة، لأنه هذا ضرر كبير جدا. وهناك أكثر من 3 مرات كان تهديد من الجانب الإسرائيلي حتى أن يغلق جميع نظام ما يسمى بالجرامز، إغلاق كل ما تم التواصل إليه من إدخال مواد البناء. هذا أخطر ما في الموضوع، نحن نعاني بشكل كبير. وتم حتى تواصل، حتى أبلغني دولة رئيس الوزراء، هناك تواصل أصبح على مستوى رئيس الوزراء في هذا الأمر، سيغلق السيستم، وهذا أمر خطير جدا. نحن لن نرضى على هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس لن يبحثوا وليس لهم مصلحة إلا أنفسهم والمال. الآن نتحدث عن أكثر من 1000 وحدة سكنية يبدأ إنشاء، هناك بيوت أكثر من 300 بيت جديد في قطاع غزة، أكثر من 27 برج الآن يقيم في قطاع غزة، قطاع خاص أنا أتحدث، بيوت خاصة أكثر من، لدينا الإحصائي. نحن من نبعث هذه الأرقام ونبعث هذه الأسماء على الإخوة في وزارة الشؤون المدنية، ولكن هذا أمر خطير وحساس جدا للغاية. هؤلاء الناس عندما يعتمد من الجانب الإسرائيلي، ونحن أردنا كنا نضغط على الجانب الإسرائيلي بواسطة الإخوان في وزارة الشؤون المدنية أن يكون اعتماد عدد كبير من المقاولين، أي على سبيل المثال مصانع البلوك تم اعتماد عدد كبير. هؤلاء بعض منهم وهو قليل جدا، ونحن هناك صار تواصل لاعتقال هؤلاء الناس وأبلغونا تم اعتقاله، ولكن يجب إلغائهم حقيقة من كل هذا النظام، لأنه هذا هو الضرر الفادح والخطير. عندما يبحث هذا عن المال، عندما يربح 200,000 شيكل أو 300,000 شيكل، ولا يهم كل أبناء قطاع غزة الذين يبنوا. نحن الآن مقبلين على موسم شتاء، هناك خلف حتى البيوت التي دمرت، هناك ناس تحتاج طن أسمنت واثنين طن أسمنت حتى تصلح بيتها. نحن مقبلين على شتاء، وهناك محللين الأرصاد تقول أن الشتاء سيكون قارس كما كان صيف هذا الصيف على أبناء فلسطين كلها وكل أبناء المنطقة. هل وزارة الأشغال مستعدة من خلال يعني طواقمها لاستقبال شتاء قارس وقد يكون صعب على أهالي قطاع غزة؟ نحن قمنا حتى بهذا الصدد، نحن نجهز أكثر من قبل 3 أسابيع، تم تجهيز الآن، نقوم بالتنسيق مع المقاولين، وهناك طرح عطاء كان ب$3 مليون لبركة الشيخ رضوان حتى أن تضخ حوالي 6000 متر مكعب في الساعة، وهذا لم يحدث. كانت تضخ 450 ثم 450، تضاعف لأكثر من 5 أضعاف. الآن نحن كوزارة أشغال وأسكان، إذا ذهب أي مواطن فلسطيني يرى، قمنا بتنظيف وادي غزة بشكل كامل، انتهينا من المنطقة الغربية، والآن نحن
نقوم بالمنطقة الشرقية، نحن نقوم على استعدادات كاملة بهذا الأمر. نعم. بالتنسيق مع الأخوة في البلديات وبالأخص الإخوان في بلدية غزة، نشكرهم متعاونين بشكل كبير. نعم. وكل الشكر يعني فعلا والتقدير لرئيس البلدية والأخوة للطواقم المهندسين بلدية غزة. نقوم الآن بتجهيز تنظيف جميع مصافي. نعم. المياه التحلية في قطاع غزة حتى أن نكون جاهزين لهذه المرحلة. نعم. في الشتاء إن شاء الله يعني الشتاء خير. دكتور مفيد، رسائلك كانت واضحة جدا، نحن بحاجة إلى تمويل. هذه الرسالة إلى جميع الدول العربية، ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه. إلى التاجر الفلسطيني، يجب أن تكون هناك رقابة. نعم. فعلية لتجاوز هذه الإشكالية، لا تغلبوا مصالحكم أجل الشخصية على حساب المصلحة العامة، ولا تفسدوا ما توصلنا إليه الآن من آليات لتسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة. أشكرك جزيلا الدكتور مفيد حساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، كنت معي. كل الشكر لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بانوراما الساعة. نلقاكم في حلقة جديدة مطلع الأسبوع المقبل، في أمان الله.